وقعت الفنانة السورية سلافة واخرجي في موسكو عقد إنتاج سوري روسي مشترك بعنوان بالميرا عن مدينة تدمر بين شركتا والمنتج الروسي أندري سيغلي تحت رعاية خاصة من وزير الثقافة الروسي فلاديمير مينيسكي وبحضور مخرج الفيلم إيفان بولوتينكوفا. النجمة السورية التي تخوض تجربة الإنتاج السينمائي هذه المرة بعد تجربتها الإخراجية السينمائية الأولى في رسائل الكرز أعربت عن سعادتها بالاهتمام الكبير من قبل وزير الثقافة الروسي لإنتاج فيلم سوري روسي وحرصها على التعامل مع سينمائيين روس كبار يجمعنا معهم هدف مشترك وهو صناعة فيلم يحكي عن الحرب السورية والإرهاب الذي لا وطن ولا دين له.